مرحبا مواليد برج الأسد، كيف بده يكون الأسبوع من الاثنين 6 للأحد 12 أيار مايو؟ شو في عنا بهذا الأسبوع؟ هذا الأسبوع بالنسبة لكم هو أسبوع أنا بعتبره كثير مهم، لأنه في عنا كثير من المعطيات اللي عم بتأثر عليكم، سواء كانت إيجابا أو سلبا لازم نحكي عنها، واللي ما سمع بعد برجه الشهري لازم يسمعه ضروري، لأنه شهر أيار مايو هو شهر مميز وشهر مختلف عن كل الأشهر الأخيرة. شو في عنا بهذا الشهر؟ أول شيء الشمس موجودة بمربع مع برجكم من البيت العاشر. ثاني شيء في عنا قمر جديد في برج الثور البيت العاشر يلي كمان مربع مع برجكم. في عنا أورانيوس من البيت العاشر، في عنا بلوتو عم بيعاكسكم، أنتم بتعرفوا كل هذه الأمور، لكن الإضافة عن هذا الموضوع أنه في عنا قمر جديد. لحسن الحظ في عنا مثلث من المريخ لكم، وهذا شيء جيد جدا، حكيت عن هالموضوع ببشكون الشهري، وفي عنا كوكب الزهرة رح بيساعدكم والمشتري. لكن الخبر الثاني اللي معقول يأخركم شوي هو انه عطلة الأسبوع في عنا القمر ببش السرطان، وهذه فترة من المستحسن انه تكونوا انتو جاهزين وتخلوا او تحسموا اموركم او تتركوا فترة وجود القمر في برج السرطان، تخلوها لأمور بسيطة روتينية لحتى ما تطلع سلتكم فاضية. إذا في عنا أيام مش هالقد واو، وفي عنا فترة فعلا بحاجة إلى اهتمام. أسبوع متقلب بدكم تمشوا فيه على من على 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 البكلي. التنين 6 أيار مايو هو أفضل يوم فلكي في هذا الأسبوع، لأنه القمر ببرج الحمل، في عنا تأثيرات إضافية من كوكب المريخ راح بتساعدكم تعطيكم قوة، وباقي حتى منتصف ليل تنين 3 توقيت بيروت. هالقمر هو يلي بيعتبره العامل الأقوى والأكثر إيجابية في هذا الأسبوع. الثلاثة والأربعة بيقعوا تحت تأثيرات القمر الجديد من برج الثور. القمر الجديد هو يوم الأربعة الساعة 6:30 صباحا توقيت بيروت، لكن تأثيرات الثلاثة والأربعة تقيلة شوي، خاصة الأشخاص مواليد برج الأسد يلي عندهم معاملات وانشغالات كتيرة. طبعا إذا أنتوا جاهزين فيها تروح هالتأثيرات الفلكية، هالقمر الجديد إنه ينخلق لإلكن فرصة عمل جديدة، فرصة اجتماعية جديدة، لكن لازم تكون من نصيبكم لحتى تاخدوها. لذلك كل شيء مجهود بتحطوه إذا لإلكن بتاخدوه، لأنه قمر جديد، لكن الفترة فيها شوية انفعالات. الخميس والجمعة القمر ببرج الجوزاء يلي هو صديق لإلكم، هيدي فترة بعتبرها حلوة مهضومة، بتساعد بتبعد المشاكل نوعا ما، الأفكار السوداء بتبعدها، وبعتبركم قادرين إنكم تتخطوا هذه الفترة هذا الأسبوع بطريقة حلوة بتتسلوا، وشرط إنكم تلاقوا شيء بيسليكم لكن ما يكون في مخاطر أو مضار أو علاقات نوعا ما منا هيلثي منا سليمة. السبت والأحد هن اليومين كنت عم قلكن عنهم بدكم تنتبهوا خلالهم، لأنه في نوع من هدوء ركود مماطلة، ويمكن يكون في خيبة أمل كبيرة، فكونوا جدا حذرين، خاصة يلي بدها تنتبه هي 25 و 26 تموز يوليو من معاكسة بلوتو لإلكن. تابعوا المزيد من التفاصيل ببرجكم الأسبوعي الشهري واليومي. إلى اللقاء، باي باي.